السينما تدرب السينما بكل عام، ولكن أنتم كذلك تجتهدون لتجاوز كل أنواع الحالات. تشرفت اليوم بتنصيبي كاتب العام لوزارة العدل من طرف السيد وزير العدل بحضور كل من السيد رئيس منتدب مجلس السلطة القضائية ورئيس النيابة العامة وكذلك السيد الوسيط. ولعل هذا التنصيب بحضور هذه التمثيليات له معنى عميق. أولا يفرض علينا التعاون في مجال العدالة، هذا التعاون المستمد من تعليمات وتوجيهات صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، وفيه خدمة للمواطن من حيث أنه التعاون في المجال القضائي في الأول والأخير الهدف منه هو خدمة المواطن وتقريب القضاء من المتقاضين وخلق ظروف مريحة للمتقاضين في الوصول إلى 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 حقوقهم بأيسر الطرق. وأعتقد أن هذا التنصيب يلزمني أنه أن أدير جهدا كبيرا إن على مستوى الإدارة المركزية حتى تكون في مصاف إدارات الدول المتقدمة، وإن أو على مستوى المؤسسات التعامة المؤسسات التي تطلب منا جهدا كبيرا سواء في إطار علاقاتنا مع الفاعلين الإداريين الداخليين يخص بالذكر النقابات المهنية ومتطلباتها المشروعة وتحقيق الوضعية المريحة للموظفين أو للعمل الموظفين داخل المحاكم وداخل الإدارة، وكذلك على مستوى التعامل مع القطاعات الأخرى وخص بالذكر المحاكم التي تجمع ما بين القضاة وما بين المتقاضين وما بين القضاة وما بين مساعدي القضاء، والتي تطلب منها واحد النوع من الجهد واحد النوع من الرؤية المستقبلية الإيجابية.